أنا حجازي مع جوردن فولنتير صار لي سنة تقريبا، وراح أحكي لكم أول شيء شكرا لجوردن فولنتير في تعليق الروان. راح أحكي للروان ليش أفهم متطوع أو ليش أنا بتطوع. إلي تقريبا سنة ونص بشتغل، بعد هالفترة بقدر أحكي لكم شو الفرق بين إن أنت تشتغل براتب حدا يدفع لك فلوس، وبين إنه أنت بتشتغل تتطوع وبتعطي من حالك لحالك، ما حد عم يطلب منك إشي. لما بتشتغل براتب مديرك بتهيأ له انه هو بيقدر يستعبدك او يطلب منك اي شيء في الدنيا. انت اكيد حتضل ساكت لانه انت بدك شغلك وبدك وظيفتك وبدك راتبك وبدك اي شيء. اي تصرف صغير، اي كلمه ممكن يقول لك حيخصم لك من راتبك، زي كانه ماسكنا من ايدنا اللي بتوجعنا. اذا تاخرت دقيقه حيخصم لك، اخذت اجازه حيخصم لك، او اذا جيت ابكر برضه حيخصم لك، لانه دائما كل شيء موضوع راتبك. حتى غير هيك العلاقه بين الناس اللي بتشتغل اللي بيكونوا بيشتغلوا في مكان واحد شوي غريبه. انه ليه انا اعمل هيك؟ هو راتبه احسن، هو راتبه اكثر، هو يشتغل هذا الشغل، خلي المشكله تكبر شوي. بقول لك يروح عند المدير، المدير هو اللي بيضب المصاري عنده في الخزنه، انا ما دخلني. انا على قد ما بيعطوني فلوس، على قد ما بيعطوني راتب بشتغل، اكثر من هيك ما بشتغل. لما بقرب بنتهي الدوام كلنا بنوقف، ياي خلصنا، بنضب هالورقتين وبنخلص، بنروح نروق راسنا وخلص، اكثر من هيك ما لنا علاقه، بننسى كل الموضوع، بننسى كل الشغل، بننسى كل الناس اللي تاركينهم ورانا. لما نتطوع الفرق انه احنا بنختار انه احنا نيجي، احنا بنختار انه احنا نعطي من قلبنا، ما حدا بيجبرنا على شيء، ما حدا بيقول لنا انتوا اعملوا هيك، ما حدا بيعطي اوامر، احنا بنكون مع بعض بس لبعض، ما بدنا اي شيء ثاني من الدنيا. ما حدا بزيد شغل على الثاني، كلنا بنكون بنتسابق، كلنا بنكون نشوف هاي المشكله هيها هون مين بده يحلها، بنكون بس بدنا نتسابق مين حيحل هاي المشكله. ما حدا حيحكي فينا على بعض لانه احنا كلنا عندنا هدف واحد، عندنا رؤيه واحده، ما حدا حيحط الثاني في موقف او في مشكله او في اي مكان هو مش مفروض يكون فيه. احنا كلياتنا في كثير اشياء بنشاركها، مع انه كلياتنا مناطق مختلفه، من جامعات مختلفه وبيوتنا مختلفه، كل واحد فينا عنده شخصيته اللي بتميزه، بس مع هيك بنتشارك كثير، بنتشارك الهدف الواحد اللي هو انه احنا نخدم مجتمعنا. حتى لما حدا فينا بيكبر، لما حدا بياخذ جائزه، لما حدا بيحكي باسمنا بتلفزيون او براديو او وين ما كان يكون، كلنا بنرفع راسنا فيه، كلنا بنقول برافو وبنكون وراه ومعه، ما بننساه ابدا. انا بآمن انه هذا الجيل اللي هو فيه نسبه كثير كبيره عم تتطوع، التطوع جزء كثير مهم من حياتها. زي كل اسبوع لازم يروحوا يعملوا شيء تقريبا، كل اسبوع لازم يعملوا ايفنت وهيك. رح يكونوا هم التغيير، رح يغيروا الشغل بكل البلد، يمكن لفتره أو لأول مرة حنصير إحنا نرتاح بشغلنا، مبسوطين بالمكان اللي إحنا فيه، مبسوطين ومرتاحين مع الناس اللي إحنا عم نشتغل معهم. لأنه التطوع هو اللي بيعلمنا الاحترام، بيعلمنا كيف إحنا نكون مع بعض، بيعلمنا أخلاق كثير صعب نتعلمها برا، إنه برا المكان اللي إحنا عم نتطوع فيه. بيعلم المتطوع أكثر شيء مسؤولية، المتطوع بيكون كثير بيعرف قديش هو عليه مسؤولية على المجتمع اللي هو فيه، على المكان اللي هو فيه، وللمكان اللي هو منتمي إله. كثير ناس بتضل تحكي احنا البلد كلها مجرمين وكلها فساد وكلها جحادين وكلها ناس مش منيحه وبدنا نطلع ما بدنا نعمل شيء، كلياتنا احنا اللي قاعدين هون، كلياتنا احنا المتطوعين بنقول لا، بنقول انه احنا بنآمن هدول الاولاد اللي احنا عم نعطيهم جزء من وقتنا، واحنا عم نخليهم دائما جوا عيوننا وعم ننتبه لهم، هم املنا، هم اللي حييجوا يستلموا معنا، بيستاهلوا نعطيهم شيء، بيستاهلوا نعلمهم شو يعني كرامه انسان، شو يعني نحترم بعض، شو يعني اخلاق، شو يعني انت شو قديش انت لازم تكون موجود في 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 المجتمع، قديش انت لازم تعطي. احنا بنعرف انه بشغلنا معاهم رح يطلعوا، مش رح يطلعوا عالي على المجتمع، رح يطلعوا منتجين، رح يطلع لهم وجود في الحياه ويمكن يوصلوا، رح يرفعوا حالهم ويرفعونا ويرفعوا البلد اللي احنا فيه لاكثر شيء احنا بنقدر نوصل له ويمكن اكثر من هيك. بالنسبه لي كان دائما التطوع شيء كثير مهم بحياتي، غير حياتي، اكيد غير كثير اشياء موجوده بحياتي. خلاني ابعد عن الناس اللي ما بتشبهني واقرب للناس اللي بتشبهني، وفي شغلات بيني وبينها كثير اشياء مشتركه. خلاني ابعد عن الناس يمكن اللي بالشغل اللي ما لها اي علاقه في الدنيا وبس يلا ناخذ راتبنا ونروح، ولا الناس عن جد بدها تشتغل وبدها تعطي من قلبها. هذا هو الفرق، التطوع بيعطيك سعاده غريبه ما بتحس فيها الا وانت بتطوع. كنت دائما بضل احكي للناس بيسالوني ليش بتتطوعي؟ ما حتحسوا بقيمه التطوع الا لما انت تعملوه، ما حتحسوا بالفرق الا لما تشوف الولد اللي قدامك عم بيقول لك انه انت عملت شيء فيا وانت اعطيتني شغله وانت علمتني شيء. مستحيل تفهموا ليش انتم عم تتطوعوا الا اذا جربتوها والا اذا انتم حسيتوا بهاي السعاده اللي هي ما بتكون موجوده الا عندنا احنا. هذا هو. Thank you.